السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خلال يوم الغد إن شاء الله مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب بعد تلاشي الضباب على الوجه الشمالي خاصة الوجه الساحلي الوسطى وكذلك الغربي حتى على منطقة الأوراس، فالأجواء تبقى دائما مستقرة على الشمال وحتى على الجنوب. خلال أمسية سحب من النوع العالي ستنتشر على الجنوب الغربي مع زوابع علمية ستنشط، ستعمل على رداءة الرؤية على كل من الحدود المالية الجزائرية وكذلك الصحراء الوسطى. خلال ليلة اليوم وخاصة صباحة الغد 4 درجات فقط على البيض، 12 درجة على العاصمة، نفس المقياس على بشار، 15 درجة على كل من أقول بسكرة، المغير، توغور، تورقلة، حسي مسعود، 16 درجة على جانت، نفس المقياس على بني عباس وتندوف، 19 درجة على أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد درجات الحرارة القصوى إذا تبقى تفوق المعدل الشهري، ننتظر 26 درجة على العاصمة وهران، 25 درجة على كل من بجاية جيجلسكي دعنبة والطرف، 22 درجة على سطيف كذلك الجلفة وحتى على البيض، 28 درجة على بشار كذلك جانت، 32 درجة على كل من تندوف بني عباس أدرار إن صلح، 36 درجة على أقصى الجنوب. أما البحر خلال يوم الغد سيبقى هادئ على السواحل الغربية، قليل اضطراب على السواحل الوسطى والسواحل الشرقية، رياح ضعيفة تقريبا على كافة السواحل. خلال الأيام القليلة القادمة بداية من يوم الثلاثاء القادم حتى خلال يوم الأربعاء وأيضا يوم الخميس سنشهد دائما أجواء مستقرة بعد تلاشي ضباب على السواحل وكذلك سحب سفلى خاصة على الوجهة الساحلية الشرقية، فالأجواء تبقى صحوة على الشمال وحتى على الجنوب. درجات الحرارة تتراوح ما بين 16 لغاية 25 درجة على المناطق الشمالية وما بين 24 درجة إلى 34 درجة على المناطق الجنوبية. شروق الشمس لصباحة الغد على مستوى العاصمة إن شاء الله سيقوم بحول الله في تمام 7:23 دقيقة. أشكركم على المتابعة، أمسية طيبة للجميع، في أمان.